أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قال رب اشرح لي صدري، هذا هو موسى الكليم، هذا نبي بني إسرائيل، لما ألزمه الله بحمل الرسالة والذهاب بها إلى فرعون وملئه قبل أن يمشي قال يا رب اشرح لي صدري حتى أتحمل ما أسمعه وما يقولون لي، كما شرحته بالوحي شرحه أيضا بلطفك ورحمتك، ويسر لأمري حتى أقضي حاجتي وأبلغ دعوتي وأنقذ نفسي وبني إسرائيل من سلطان الظلم والطاغوت، واجعل لي واحلل عقدة من لساني. هذه العقدة تذكرون لما كان يحبو في حجر فرعون أخذ بلحية فرعون وجذبها فتألم فرعون لذلك وقال هذا هو الذي أوصيت بقتله وعزم على قتله. فتدخلت آسيا بنت مزاحم عليها ألف سلام وقالت يا فرعون هذا غلام لا يعقل لا يفهم لا ينطق، اختبره، ائته بطس فيه جمر وطبق فيه تمر وقدم إليه، فإن أخذ التمر دون الجمر علمت أنه يعرف ويعلم ويريد أذيتك، وإن أخذ الجمر لا عقل له ولا إرادة. وقدم الطبق والطص فأخذ الجمرة وألقاه في فمه فاحترق لسانه فكانت عقدة. واحلل عقدة من لساني، وبالفعل أزالها الله
وأصبح فصيحا بليغا. واجعل واحل العقدة من لساني يفقه قولي، إذا خاطبتهم أمرتهم نهيتهم يفهمون عني إذا كنت أفصح أفصح وأبين، بخلاف إذا كانت اللكنة في لساني. واجعل لي وزيرا من أهلي أيضا يساعدني على هذه الرسالة والمهمة، يشد أزري ويقوي ظهري. من هو؟ قال هارون أخي. فلم تعرف الدنيا أخا أبر بأخيه من موسى لهارون، سأل له النبوة والرسالة، وهذا ما يطلب. أخي هارون أشدد به أزري وأشركه في أمري، يتحمل المسؤولية مثلي نبيا ورسولا، كي من أجل ماذا؟ نشكرك على هذا الإلاء والإنعام، نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وتوسل إلى الله بقوله إنك كنت بنا بصيرا. مرة ثانية، لما أمر الله موسى أن يمشي إلى فرعون عند فالشجرة حيث كلمه ربه بجبل الطور، ثم لما أرسله قال موسى ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. هذا اللفظ دل على أنه لا عبادة أفضل من الذكر والتسبيح. من أراد أن يتقرب إلى الله ويتزلف ويتملق فعليه بذكر الله وتسبيحه. والصلاة فرضت، والصلاة فضلت من أجل أنها ذكر وتسبيح، من الله أكبر إلى السلام عليكم، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. أمن علي بهذه العطايا ونسبحك أنا أخي كثيرا ونذكرك كثيرا. ثم توسل الله فقال إنك أنت بنا بصيرا، إنك كنت بنا بصيرا ولا تزال بصيرا، ونحن بين يديك وتعرف ضعفنا وحاجتنا، فأعطنا ما سألناك وأعن على ما استعناك. فما هو الجواب الإلهي؟ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، روح بها. الحمد لله، هذا هو الله، نعيش في آلائه وفي كنفه وفضله وما نعرف ذلك أبدا لغفلتنا. قال قد أوتيت سؤلك، أي سؤالك يا موسى الذي سألتني. كم سأله؟ أربع مسائل ولا لا؟ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشد به أزري وأشرك في أمري. هذه الطلبات التي طلبها. قال تعالى قد أوتيت سؤلك، قال لقد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى غير هذه. ما هذا المن؟ إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل ياخذ عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إفضالات عظيمة، ما هي الأولى فقط. قال ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. اعلموا أن الساسة والسحرة والدجالين قالوا لفرعون إن هذا الشعب الضعيف المستذل المستعمر عندنا له عواقب وله آثار، نخشى إذا قوي يزيل دولتك وملكك، فماذا نصنع يا رجال البلاد؟ قال ذبحوا الأطفال، إذا حملت الإسرائيلية تعمل
اتصال بالمستشفى أو بالممرضات وتقول عندنا حبلة، يأتيها الوفد وهي تلد، فإذا وجدوه ذكرا ذبحوه، وإذا وجدوا أنثى تركوها لأمها. والله العظيم عام عامين ثلاثة أربعة قال رجال السياسة الآن نقضي على اليد العاملة، من يعمل؟ قضينا عليهم. إذن قال علماؤهم وفاهموهم إذن نبقي على الذكور سنة ونقتل سنة، نوفر طاقة، فاقتلوا الأولاد سنة وأبقوا سنة. دبر الله السنة التي فيها القتل لفي لا قتل وولد هارون فهو أكبر من موسى، السنة التي فيها العفو عن القتل وولد فيها هارون، والسنة التي فيها القتل ولد موسى. واسمع منة الله، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحي ما يوحى بماذا؟ أن اقضي فيه في التابوت، أي اجعليه في صندوق من خشب ورميه في البحر في النيل واتركيه. هكذا أوحى الله إليها إعلام خفي، أن اقضي فيه في التابوت، فاقضي فيه في اليم، فليلقه اليم بالساحل ساحل النيل ليأخذه عدو لي وعدو له وهو فرعون. لما وضعته في الصندوق عبثت الأمواج الماء، دخلت إلى حديقة فرعون وإذا بالجواري في الحديقة يعثون على الصندوق، أخذناه إلى آسيا فتحناه وإذا به طفل كل من ينظر إليه كاد يدخل في قلبه. يأخذ عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني، من الفاعل؟ الله جل وعلا. ألقيت عليك يا موسى محبة مني ولتصنع على عيني بين يدي وتحت رعايتي، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم، والقضية كما علمتم لما فتح الصندوق وشوهد موسى الطفل الصغير الرضيع مولود من يوم أو يومين، كل من ينظر إليه يكاد يدخل في قلبه لأن الله ألقى عليه المحبة منه، وجاع وعطش، وكلما جاءت ما ترضعه يرفض أن يرضعها، نساء الوزراء نساء الأغنياء كذا أبدا. وأخت موسى قالت لها أمها امشي في الشوارع في المدينة تتبعي لعلك تعثرين على أخيك. فلما وجدتهم يطلبون المراضع أو الموضعات قالت أنا عندي أمي توضعه، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم أو ناصحون؟ هذه الكلمة الساسة تهيأ لها، كيف لنا ناصحين؟ ما السبب؟ هذا أمها، هذه أمه. فاعتذرت. إذن فأخذوه لأمه، والله يقول فرددناك إلى أمك كي تقر عينه ولا تحزن. من رده؟ من يفعل هذا؟ الدنيا كلها ما تستطيع. هذه المنة العظيمة، ولقد مننا عليك مرة أخرى غير هذه، إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى، وهو أن اقضي فيه في التابوت، فاقضي فيه في اليم، فليلقه اليم بالساحل، يأخذ عدو لي وهو فرعون وعدو له أيضا لموسى، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، أي تتربى في بيت الملك والدولة وأنا أرعاك وأحفظك. اذكر إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك لماذا؟ كي تقر عينها ولا تحزن. ذهب الحزن وإلى لا، وأصبحت تتلقى معونة مالية ما نعرف كم من القصر، وابنها بين يديها، من يفعل هذا سوى الله؟ ما لنا ناسين لله معرضين عن ذكره. وأخرى وقتلت نفسا أيضا فنجيناك من الغم،
تذكرون لما كان اثنان يتضاربان قبطي وإسرائيلي، فقام موسى فأراد أن يخلص المغلوب فضرب الغالب بلكمة في صدره فمات، فبكى موسى وخاف وقال رب اغفر لي، وغفر الله له ونجاه وطلبته الدولة فأرشده الله وهرب من الديار المصرية. هذا تدبير الله عز وجل. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، كان بي غم وإلا لا، ربي ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. ثم الدولة تجري وراءه يبحثون عنه ليقتلوه، ودخل أرض مدين ونجا. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، وفتناك فتونا عظيما. نحن ما فتنا إلى الآن، وما لنا لا نحمد الله ولا نشكره. وإليكم بيان هذه الفتون مسجلة عندنا رقم رقم كما هي في ابن جرير. إليكم هذه الفتون. أولا، حمل أمك بك في السنة التي يقتل فيها أطفال بني إسرائيل، هذه فتنة وإلا لا؟ حملتك أمك في السنة التي يقتل فيها بني إسرائيل. ثانيا، إلقاء أمك بك في اليم، هذه فتنة وإلا لا؟ يلقى ولد في البحر وإلا في النيل، كيف يعيش كيف يحيا؟ ثالثا، تحريم المراضع عليك حتى رجعت إلى أمك، كلما تتقدم موضع ترضع ما يقبل أبدا كيفما كانت ريحها وكانت حالها حتى رده الله إلى أمه. رابعا، أخذك بلحية فرعون وهمه بقتلك، هذه فتنة ولا لا؟ فتونا، أخذه بلحيته. إذا كان لفرعون لحية صحيح وهو كافر، إذن ما ينبغي لمسلم أن يحلق وجهه، والله ما ينبغي. فكون يحلق وجهه ما يثق فيما يدل على رجولته وفحولته هذا لا يجوز أبدا. فرعون بلحيته، قال أخذك بلحية فرعون وهمه بقتلك، ما هم بقتلي وامتحن بالجمر والتمر. خامسا، فقتلك القبطية وائتمار آل فرعون بقتلك، قتلك القبطي قتله بلكمة وإلا لا، وأتمر آل فرعون على قتل موسى، أخذوا يبحثون عنه في كل البلاد، وجاء رجل من أقصى المدينة قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلك، فخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب. سادسا، إقامتك في مدين في مدين وما عاينت من آلام الغربة، ما هو 10 سنين ويرعى الغنم وإلا لا في صحراء، أين أمه أين أبوه أين بلاده، غربة وإلا لا؟ نعم، فتنة هذه. إقامتك في مدين وما عاينت من آلام الغربة. سابعا، ظلالك الطريق بأهلك وما أصابك من الخوف والتعب، مر بنا أمس وإلا لا، لما مشى من مدين يريد مصر ضاع في الطريق، ما عرفه بالظلام والبرد والشتاء وما أصابه، دي فتنة. ظلالك الطريق بأهلك وما أصابك من الخوف والتعب، هذه بعض ما يدخل تحت قوله تعالى وفتناك فتونا. وفتناك فتونا، وأنت ولينا وأنت عبدنا ونبينا. ومعنى هذا يا معشر الأبناء يجب أن نفرح للفتنة، لا نكب ولا نحزن، فتن الله من هو أفضل منا بالملايين المرات، فيجب أن نتلقى الفتنة بالصبر وعدم الجزع والشكر لله والذكر والطاعة، سواء كان فقرا أو مرضا أو سجنا أو ما إلى ذلك.
وقوله تعالى بعد: فلبثت سنين في أهل مدين. كم سنة؟ 10 سنين. سنتين تطوع بهما فقط، أما عقد النكاح بثمان سنوات فقط. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. من ساقه وجاء به إلى شجرة العناب ليتلقى من الله الكلام الشفوي الكفاحي على قدر قدره الله وإلى لا؟ ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي، صنعتك لنفسي، خلقتك، ربيتك، كملتك، أعددتك لأجلي أن أبعثك إلى فرعون لتأمره بعبادة الله وحده والتخلي عن الشرك والكفر والظلم، وليرسل بني إسرائيل معك ليعيشوا في ديار القدس. واصطنعتك لنفسي. فالدرس الآتي قال: فاذهب إلى حيث أمرتك. نسمعكم شرح الآيات لتزداد بصيرة. قال: ما زال السياق الكريم في حديث موسى عليه السلام مع ربه سبحانه وتعالى. إنه بعد أن أمر الله تعالى موسى بالذهاب إلى فرعون ليدعوه إلى عبادة الله وحده وإرسال بني إسرائيل مع موسى ليذهب بهم إلى أرض القدس، قال موسى عليه السلام لربه تعالى: اشرح لي صدري لأتحمل أعباء رسالة ويسر أمري، أي سهل مهمة علي، وارزقني العون عليها فإنها صعبة شاقة، واحلل العقدة من لسانتك، العقدة التي نشأت بسبب الجمرة التي ألقاها في فمه بتدبير الله عز وجل، حيث عزم فرعون على قتله لما وضعه في حجره يلاعبه. فرعون وضعه في حجره يلاعبه، فأخذ موسى بلحية فرعون ونتفها فغضب، فقالت له آسية: إنه لا يعقل لصغار سنه. وقالت له: نختبره بوضع جواهر في طبق وجمر في طس ونقدمهما له، فإن أخذ الجواهر فهو عاقل، ودعوتك فهو عاقل، ودونك افعل به ما شئت، وإن أخذ الجمر فهو غير عاقل، فلا تحفل به ولا تغتم لفعله. وقدم لموسى الطبق والطص، فمد يده إلى الطص بتدبير الله فأخذ جمرة فكانت سبب هذه العقدة. فسأل موسى ربه أن يحلها من لسانه ليفصح إذا خاطب فرعون ويبين فيفهم قوله، وبذلك يؤدي رسالته. هذا معنى قوله تعالى: واجعل لي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقوله تعالى فيما أخبر عن موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أي أطلب من الله تعالى أن يجعل له من أخي، أي طلب من الله تعالى أن يجعل له من أخيه هارون معينا على تبليغ الرسالة وتحمل أعبائها. وقوله: أشدد به أزري، أي قو به ظهري. وقوله: وأشرك في أمري، وذلك بتنبئته وإرساله ليكون هارون نبيا ورسولا. وعلل موسى عليه الصلاة والسلام لطلبه هذا بقوله: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وقوله: إنك كنت بنا بصيرا، أي أنك كنت ذا بصر بنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. وهذا من موسى توسل إلى الله تعالى في قبول دعائه وما طلبه من ربه، توسل إليه بماذا؟ بعلمه تعالى به وبأخيه وبحالهما. ما زال السياق في حديث موسى مع ربه تعالى. فقد تقدم أن موسى عليه السلام سأل ربه أمورا لتكون عونا له على حمل رسالته، فأجابه تعالى بقوله في هذه الآية: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي قد أعطيت ما طلبت،
ولقد مننا عليك مرة أخرى، أي قبل هذه الطالبات، وهي أنه لما أمر فرعون بذبح أبناء بني إسرائيل إذ أوحينا إلى أمك أن اقذ فيه في التابوت أي في الصندوق، فاقذ فيه في اليم أي نهر النيل، فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له. فهذه النجاة نعمة ونعمة أخرى تضمنها قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني، أي أغفيت عليك محبتي فأصبح من يراك يحبك. ونعمة أخرى وهي من أجل أن تربى وتغذى على مرء مني وإرادة لي، أرجعتك بتدبيري إلى أمك لترضعك وتقر عينها ولا تحزن على فراقك، وهو ما تضمنه قوله تعالى إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله لكم، أي لإرضاعه وتربيته، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. ونعمة أخرى وهي أعظم إنجاؤنا لك من الغم الكبير بعد قتلك النفس وأتمار آل فرعون على قتلك، فنجيناك من الغم من القتل وغفرنا لك خطيئة القتل. وقوله تعالى وفتناك فتونا، أي ابتليناك ابتلاء عظيما، وهي ذي خلاصته في الأرقام الآتية كما سمعتموها. قال هذه بعض ما يدخل تحت قوله تعالى وفتناك فتونا، وقوله فلبث سنين في أهل مدين ترعى غنم شعيب 10 من السنين، ثم جئت من مدين إلى طور سيناء على قدر منا مقدر ووعد محدد ما كنت تعلمه حتى لاقيته، واصطنعتك لنفسي، أي خلقتك وربيتك وابتليتك وأتيت بك على موعد قدرته لك، لا قدرته لك لأحملك عبء الرسالة إلى فرعون وبني إسرائيل، إلى فرعون لتدعوه إلى عبادتنا وإرسال بني إسرائيل معك إلى أرض المعاد، وإلى بني إسرائيل لهدايتهم وإصلاحهم وإعدادهم للإسعاد والإكمال في الدارين إذ هم آمنوا واستقاموا. عسى الكلام واضح جيد، كلام الله، نحتاج فقط إلى أن نتأمل هذا القرآن 1000 سنة وهو يقرأ على الموتى فقط، ما يقرأون على الأحياء حتى ما يفهمه أحد. هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا وجوب اللجأ إلى الله تعالى في كل ما يهم العبد، وجوب اللجأ الصادق إلى الله تعالى في كل ما يهمك يا عبد الله، أيما هم من أصابك أيما حاجة افزع إلى الله، ما فيه إلا الله، وجوب اللجأ الصادق إلى الله عز وجل في قضاء الحاجات، إذ لا يقضي حاجتك إلا الله. ثانيا مشروعية الأخذ بالأهبة والاستعداد لما يعتزم العبد القيام به، مشروعية الأخذ بالأهبة والاستعداد لكل عمل، هذه سنة الله. نعم. ثالثا فضيلة التسبيح والذكر والتوسل بأسماء الله وصفاته، فضيلة التسبيح والذكر، ما قال كي نذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، نسبحك ونذكرك. ثم التوسل بأسماء الله وصفاته، لما قال إنك كنت بنا بصيرا توسل الله ببصره وعلمه بهم. نعم. قال الشارح غفر الله لنا وله في هذه الآية دليل على فضل التسبيح والذكر، قرون مضت ولا يعرف المسلمون التوسل إلى الله بأسماء وصفاته، لا يعرفون إلا بجاه سيد فلان وحق فلان، والله العظيم ما يعرفون أن يقول ربنا إنك رؤوف رحيم فاغفر لي، ربي إنك غفور رحيم فاغفر لي وارحمني، ربي إنك سميع عليم فاسترني، ربي أعطيني، أبدا
ما يتوسلون على الله إلا بحق فلان وجاه فلان. من صرفهم؟ اليهود والنصارى والمجوس. قال في هذه الآية دليل على فضل التسبيح والذكر، إذ لولا أن موسى علم حب الله تعالى لهما لما توسل بهما لقضاء حاجته. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. من أراد أن يتملق إلى الله ويتزلف إليه ليقضي حاجته ليحبه يسبح بهذا التسبيح طول الليل والنهار في كل وقت فيه فراغ. إذ هاتان الكلمتان يحبهم الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كم من مرة تقولونها في اليوم؟ على الأقل 300-400 مرة. نعم. ومن هداية الآيات أيضا مظاهر لطف الله تعالى وحسن تدبيره في خلقه. أي نعم. ثانيا مظاهر إكرام الله تعالى ولطفه بعبده ورسوله موسى عليه السلام. ثالثا آية حب الله تعالى لموسى وأثر ذلك في حب الناس له. نعم. لما أحب الله موسى الطفل أحبه كل من رآه، يكاد يدخل في قلبه. وإلى الآن والله العظيم إذا أحبك الله كل من يراك من أولياء الله يحبك. وقد تقدم هذا، إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأحبه فيحب جبريل، وينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبه، ثم ينادي في الأرض: يا أهل الأرض. فلا يراه عبد صالح إلا أحبه. نعم. رابعا وأخيرا تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بإخباره في كتابه بمثل هذه الأحداث في قصص موسى عليه السلام. وهذه رسالة الصور المكية، تقرير النبوة المحمدية، التوحيد، البعث الآخر. هذه الآيات تنطق أن محمد رسول الله. كيف جاءته؟ منين نزلت عليه؟ كيف عرفها لو لم يكن رسول الله؟ هذه الآيات تقرر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم.